السابعة مساء، أهلا بكم. دمرت وحدة من الجيش والقوات المسلحة نفقا لإرهابي جيش الإسلام في منطقة حرستا بريف دمشق، مع عدد من تفرعاته بطول 160 مترا وبعمق 14 مترا تحت الأرض. كان يرتبط عبر عدد من التفرعات بتحصينات كانت تستخدمها المجموعات الإرهابية في الاعتداء على نقاط الجيش في المنطقة. نتيجة المراقبة المستمرة واليقظة من قبل عناصر هذا الموقع، تم اكتشاف نفق أو شبكة أنفاق بطول 160 متر. تم السيطرة على هذه الأنفاق وتفجير مواقع خاصة للإرهابيين كانوا يتحصنون فيها ويستهدفون قواتنا من خلال هالمواقع. هدف المسلحين الوصول أو تحقيق أي نصر ممكن، ولكن هذا من المستحيل، ونحن جاهزون تحت الأرض وفوق الأرض. ضبطت الضابطة الجمركية بدمشق مستودعا للحوم الفاسدة في منطقة باب شرقي بدمشق، حيث بلغت الكميات ما يقارب 2 طن من اللحوم الفاسدة غير صالحة للاستهلاك البشري. الضابطة الجمركية بيّنت بعد الكشف عن اللحوم من قبل مديرية تجارة داخلية وحماية المستهلك في دمشق بأن هذه اللحوم منتهية الصلاحية، ويتم توزيعها إلى عدد من المطاعم في دمشق وتحويلها إلى وجبات غذائية للمستهلك، وتم إحالة صاحب المستودع والعاملين معه إلى القضاء، وتم إتلاف الكميات المضبوطة. كنا عم نتحرى مستودع قريب من المحل، اشتمينا ريحة روائح كريهة صادرة من المحل. خبرنا السيد الأمر العام والمدير العام عن الوضع، قال تابعوا الموضوع وشوفوا الوضع شو هو. فتنا على المستودع وإز أقفاص الدجاج عم يقوموا بخلع اللحم عنا، نزع اللحم بعد ما تكون ريحتها طالعة وسيئة جدا، بجمعوها. سألناهم شو الطريقة اللي بيستخدموها، قال هي للكباب، ببيعوها بالسوق المحلية بالشاغو. نحن قمنا مع بأمن حماية المستهلك، اتصلنا بمؤازرة التموين، قامت دوري التموين اجت عازرتنا، قررت انه البضاعة فاسدة واتلاف. حكينا مع البلدية، جبنا سيارات النظافة لاتلاف البضاعة فورا موجودة، ولقينا القبض على القائم بالعمل، سلمنا لمديرية التموين. أكد المتحدث باسم رئاسة الروسية ديمتري بيسكوف أن استمرار التهدئة الإنسانية في حلب سيكون مستحيلا إذا واصل المسلحون هجماتهم. وقال بيسكوف: أشرنا عندما رأى الرئيس بوتين أنه من الضروري تمديد التهدئة الإنسانية إلى أن كل شيء سيعتمد على الموقف الذي سيتخذه المسلحون، لأن استمرار التهدئة غير ممكن في حال استئنافهم الأعمال الهجومية. وأضاف أن التهدئة لا تزال قائمة في الوقت الراهن، والعمل مستمر الآن على ضمان خروج المدنيين وإجلاء الجرحى من أحياء حلب الشرقية. أكد الممثل الخاص للرئيس الروسي لشؤون الشرق الأوسط وبلدان إفريقيا نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف أن عمليات التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة في سوريا غير مقبولة، لأنها لا تتم بموافقة الحكومة السورية أو تكليف من مجلس الأمن الدولي. وقال بوغدانوف: إننا نشارك في عملية مكافحة الإرهاب في سوريا بطلب من الحكومة السورية الشرعية، ولكن بعض شركائنا يقومون بتنفيذ هذه المهمة بقرار من ذاتهم. فيما دخلت القوات العراقية إلى مدينة الموصل وتمكنت من السيطرة على مبنى التلفزيون شرق المدينة وتحرير عدة قرى، قال رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي إن جميع محاور استعادة الموصل أساسية، وأن جميع القطاعات تشارك في معركة تحرير الموصل، وأن القوات العراقية ستتصدى لأي اعتداء من أي جهة كانت، وتستعد القوات العراقية لدخول مركز الموصل ودحر إرهابي داعش منها. وتمكنت من تحرير قرى فرفرة وإمام حمزة وأم سيجان وخبيرات وأم العظام والصياد وأبو حجيرة بالتوازي، مع إعادة افتتاح مراكز الشرطة في البلدات المحررة المحيطة بالموصل. وصلنا لختام الموجز، إلى اللقاء.